السلام عليكم. 6 مليار دولار هي القيمة التي يريد مجمع ليون من ماليزيا الاستثمار بها في الجزائر، وذلك في مشروع ضخم لإنتاج الحديد وكذلك إنتاج الألمنيوم بجميع أنواعها، فيه عدة أنواع من الحديد والألمنيوم، يعني فيه الزالياش يعني بتركيبات مختلفة. وهذا المشروع اللي كما قلنا قيمة المشروع هذا هي 6 مليارات دولار، يعني على امتداد 3 مراحل. والمشروع هذا الذي سوف يشغل ما لا يقل عن 10 آلاف عامل، 10 آلاف عامل. إذن هذا هو قيمة يعني محو الاتفاقية التي تمت ما بين هذا المجمع، مجمع ليون من ماليزيا ووزارة الصناعة، مع وزير محمد عرقاب. إذن ونزيد نشوف هذا الخبر الكبير والهام جدا في مصادر أخرى. نروح نشوف المصدر هذا اللي يتكلم على وزير الصناعة محمد عرقاب، إذن في هذه المجلة ألجيري إيكو، الذي يتبحث في يعني دراسة المشروع هذا. ويعني أحلى حسب ما قال هذا المصدر. إذن وفيه مصدر ثالث هنا يقول أن مجمع ليون الماليزي للاستثمار في صناعة الألمنيوم والحديد بالجزائر، وهذا حسب المعلومات اللي عندنا هو مجمع عالمي في إنتاج الألمنيوم والحديد، يقع بماليزيا. إذا القيمة تاع المشروع تعطيك فكرة تاع يعني الحجم تاع هذا المستثمر أو الحجم تاع الشركة الماليزية، شركة ليون اللي هنا في مصدر آخر تقول أنه استثمار ماليزي ضخم في الجزائر بقيمة 6 مليار دولار. إذا هذه هي وفي نهاية هذا العرض نخليكم تتابعوا هذا. من كوالالمبور إلى الجزائر، أكبر مشروع استثماري ضخم في مجال الفولاذ والألمنيوم يتجسد اليوم بفضل سياسة عامة للدولة التي أقرت جملة من الإجراءات التحفيزية أهمها قانون الاستثمار الجديد. أخيرا اخترنا الجزائر بفضل توفر الأمن ومحيط الاستثمار الإيجابي هنا. مجمعنا سيفتح مشروعا كبيرا في قطاع الفولاذ والألمنيوم. 6 مليارات دولار هي القيمة الاستثمارية الأولية لهذا المشروع الضخم والاستراتيجي لمجمع ليون الماليزي في قطاع صناعة الألمنيوم وخامات الحديد للاستغلال الصناعي. مشروع ضخم بأكثر من 6 مليار دولار على ثلاث مراحل. هذا المشروع سيمكن من خلق أكثر من 10 آلاف منصب عمل. اليوم ناقشنا مع الرئيس المدير العام والوفد اللي كان معاه التجسيد الفعلي لهذه المشاريع، وبدأ اليوم بإجراءات إنشاء المؤسسة، وسيتم تسجيل أول مشروع لنقل من الوحدة من كوالالمبور الماليزية. الجزائر التي توفر مناخا استثماريا محفزا بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب تسعى اليوم من خلال هذه الشراكات إلى بلوغ صناعة حقيقية بالتفتح نحو العالم والتوجه نحو العمق الإفريقي.